النهاردة مكملين في زيارة تانية لمركز فينوس، بس النهاردة هيكون معانا تخصصات جديدة وطبعا معلومات جديدة. التغذية السليمة والوزن المثالي حاجات بتشغل بالنا كلنا، عشان كده النهاردة في طبيب في بيتي هنعرف أكتر عن التغذية وكمان عن العناية بالأسنان ومشاكلها وأحسن الحلول اللي تناسب كل واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة وطبيب في بيتي. والنهاردة مكملين كلامنا ولقاءاتنا في مركز فينوس، عندنا معلومات جديدة وتخصصات جديدة وكلام كتير قوي عايزين نقوله مع بعض ونعرفه مع بعض. ممكن؟ ممكن. يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بينا. الخوف من دكتور الأسنان ساعات بيكون أكتر من وجع الأسنان نفسه، والخوف ده كله بيروح لما بيكون الدكتور فاهم وعنده الخبرة والادوات الحديثه والحلول الجديده في طب الاسنان. طب ما ينفعش بالليزر؟ الليزر ما بيوجعش يا دكتور، خلينا في الليزر. يا ريت والله، بس دي هنخليها في حاجه ثانيه بقى تكون سهله قوي، لكن ده محتاج علاج جذوري. فاحنا محتاجين نعمل حشو عصب. ربنا يستر. تمام؟ فما تقلقش، الموضوع بسيط خالص، مفيش اي قلم هيتعبك، وهيتعمل في جلسه واحده. لا يا دكتور، جلسه واحده. لا ما تقلقش، هتتبسط عندنا جدا على فكره. مش محتاج اي حاجه، ما تخافش، ادواتك تعقمه اهي تفتح قدام حضرتك، مش هيبقاش فيه اي قلق خالص بالنسبه لك، ما تقلقش. بص بقى كده نبدا. ماشي بس لا ثواني بس، الله يخليك الله يخليك. طب هو الناحيه دي مش الناحيه دي اكيد. لا هو في اللمه الثانيه. لا هو سامع بس. لا وانا صدقني انا دكتور اللي بقول لك. لا احنا بدانا الاول بالوجع في اللمه الثانيه. هو بص هو القصه كلها في ان الالم ده ممكن يبدا في مكان ويسمع في مكان تاني. بنسميه حاجه اسمها بيفير بين. يبقى انت جاي في حاجه معينه بس خوفك. طب اجي بكره. طبعا مواقف من دي كتير بنشوفها في عيادات الاسنان، الناس اللي بتخاف فوبيا، ويعني مواقف صعبه كتير بيتعرضوا لها دكاتره الاسنان، وشفنا ده في المشهد الصغير اللي فات ده. ومعانا الدكتور، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يخليك حبيبي، واتمنى تكون يعني اتبسطت معانا، لا وبالذات في المشهد الجميل ده. تعرف حضرتك يا دكتور؟ معاك دكتور حسن حسنين عبد الباقي، استشاري جراحه الفم والوجه والفكين وزراعه الاسنان. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. المركز هنا ما شاء الله فيه خدمات كتير جدا فيما يخص يعني الحمد لله الاسنان. تمام. وكلها خدمات متميزه، عايزين نلقي عليها الضوء كده ببساطه. بدايه احنا عندنا عيادتين، عياده كبيره وعياده صغيره بنخلينا الاطفال، بيونت اطفال شكل لذيذ كده، دولفين حاجه كده جميله برضه عشان الاطفال ما تخافش. وعندنا بقى كل الخدمات تقريبا موجوده في المركز. هو بمناسبه عياده الاطفال دي انا اول مره اشوفها بصراحه، ان المكان بتاع السرير الكشف نفسه مختلف، اشكال ظريفه كده وحاجات لها علاقه بالاطفال، تخلي الاولاد ما يخافوش ما يقلقوش من العياده. ده جميل، دي حاجه مميزه بالنسبه لنا شويه. طيب الناس دلوقتي بقى في ترندات وموضه في كل حاجه بما فيهم الاسنان. تمام. ومن اكتر الحاجات المنتشره دلوقتي زراعه الاسنان، يعني كان في زراعات كتير لحاجات كتير مختلفه. تمام. ودلوقتي ظهرت موضه زراعه الاسنان، في ناس بتشوف ان ده حاجه جميله وجديده يلا نجرب، وفي ناس بتشوف ان لا يا عم اخاف بلاش، امتى اخد قرار بده وامتى لا، يعني الحته دي نعملها ازاي؟ طيب هو بدايه الاول لازم يكون الناس عندها فرق ما بين كلمه الزراعه وما بين كلمه التركيبات. لان احنا دايما في الاسنان وفي العيادات بتاعتنا بالذات المريض ما بيبقاش مميز ما بين كلمه زرع وما بين كلمه ان انا عايز اعمل تركيبه. هو بيجي يقول لك يا دكتور انا عايز اعمل زرعات. طب انت حضرتك فاهم الفرق؟ يقول لك تركيبه. لا، لازم يبقى فاهم كلمه زرع ايه وكلمه تركيبه ايه. جميل قوي. كلمه زرعه ايه الفرق بقى؟ تمام. كلمه زرعه هي عباره عن جرثه من التيتانيوم بتتحط في الفك بتاع الاسنان. بمعنى ان انا عندي سي مكان مش موجود فيه ضرس مخلوع. طيب انا هحط مكانه ايه؟ هحط مكانه جرثه. الجرثه دي بتبقى جوه العظم بتاع الفك، سواء الفك العلوي او الفك الايه السفلي. بتكبر يا دكتور؟ ممكن يعني حجمها بيكبر زي الزرع كده ولا ايه؟ بص يا باشا، هي كلمه الزرعه دي عشان خاطر ان احنا بنفتح طبعا فتحه بسيطه خالص. تمام. المريض فعلا ما بيحسش باي حاجه، وبنحط الزرعه جوه العظم. هو ايه الفرق ما بين الزرعه وما بين التركيبه؟ ان انا في الزرعه باخد الميزه ان العظم نفسه هو اللي بيلحم على المسمار اللي انا بحطه، اللي هي الايه التيتانيوم. الزرع المسمار التيتانيوم جميل ده بيلحم على الايه في جوه العظم، وبالتالي انا خدت الميزه ان انا المكان اللي اتخلع ده قدرت ان انا اعوضه بحاجه عمرها الافتراضي بتتعدي ال 20 سنه. ده الزرعه احنا ممكن اقول لك الزرعه دي انا اديك ضمان ليها مدى الحياه. طب وايه والتركيب بقى؟ لا التركيب فرق كبير خالص. التركيب ده انا بضطر ان انا بقى ايه عندي مكان فاضي، طب انا حبيت اعوضه عشان ان انا اعمل تركيبه، فانا بحضر السنه اللي قبل والسنه اللي بعد، بعمل كوبري. انا معايا حاجه توضيحيه كده هوريها لحضرتك. تمام. احنا ده الكاست. سمع على عضلك بس. لا مش كفايه اللي عملته فيها. طيب بص يا بنت، دلوقتي احنا لازم نفرق ما بين كلمه التركيب وما بين كلمه الزرع. حلو. بصوا يا جماعه، الزرعيه بتاعتي نركز بس يا جماعه عشان الموضوع مهم. لو احنا خدنا بالنا على الكاست بتاعي ده كاست توضيح اهو، ادي الزرعه بتاعتي. ده كده ايه؟ هنفترض ان ده الفك اهو وده العظم بتاعه. لو حضرتك خدت بالك ان هتلاقي فيه جزء مسمار باين. ايوه هي دي الزرعه. ماشي. بتحط جوه داخله جوه زي الطبيعي. زي الجذر الطبيعي بتاعي. مجرد ما العظم قفل عليها خلاص هي كده بقت جاهزه ان انا اقدر احط عليها الطربوش ده. بقت سنه طبيعيه خالص. ده الزرع. ده الزرع. حلو. طيب التركيب بقى. هنفترض برضه حاجه ثانيه خالص. انا عندي مكان مش موجود اللي هو اللي في النص. ايوه. طيب انا عشان اعمل تركيبه بضطر ان انا بعمل التحضير للسنه اللي قبل واللي بعد والسنه اللي بعد. ماشي. وهعمل حاجه اسمها كوبري. يبقى انا ايه اللي انا عملته؟ اضطريت ان انا ابرد سنه سليمه يمين وشمال عشان اقدر ان انا اعمل تركيبه مكان مناسب المناسب، وبالتالي بقت هي حاجه عاديه. لكن مفيش حاجه في الجدر من تحت. مفيش حاجه في الجدر. فده لازم المريض نفسه يبقى قادر يفهم كلمه زرعه ايه وكلمه تركيب ايه عشان خاطر هما بيختلط عليهم الوضع، عشان القرار الصح يبقى ازاي بالظبط. ايه بقى الميزه بتاعت الزرعه عن التركيبات؟ ان انا في الزرعه حطيت زرعيه في مكان الفاضي بس، ما جيتش لمت السنان الطبيعيه اليمين والشمال زي ما هم بالظبط. يبقى انا كده خدت ميزه. الميزه الاهم الثانيه ان انا قدرت ان انا اخد الشيلف لايف، ان انا احضر الزرعيه بتاعتي دي ممكن تقعد معاك فور ايفر. عمر افتراضي طويل. فور ايفر. حضرتك يعني ان شاء الله يحن ويحييك ربنا كده لحد ما اقول لك مدى الحياه. دي حاجه جميله قوي. تمام. فدي طبعا بس هل ليها شروط؟ طبعا ليها شروط. ايه بقى؟ لا اهم حاجه لازم الناس تبقى يعني هل كل الناس ممكن تزرع؟ لا طبعا مش كل الناس. طيب لان في بعض الاماكن او بعض المراكز يعني يلا عمليه ربح وخلاص. لا طبعا. فاحنا هنا في فينوس بنعمل ايه بقى؟ ايه اللي بنقدم ده ازاي؟ بدايه طبعا احنا عندنا فكره يعني الزراعات عندنا هنا احنا بنديها ضمان مدى الحياه. جميل. تمام. بس انا بعمل سيلكت للمريض، ما ينفعش ان اي مريض يتعمل له زرعه. مش اي حد يا جماعه، مش اي حد. يعني الموضوع يا جماعه لازم يبقى يتفهم كويس، والدكتور اللي هيشتغله يكون عنده يعني السكيلز المهارات طبعا بدايه، ويكون راجل على يعني على علم، وفي نفس الوقت ما يكونش الموضوع ربح. لا ده حاجه انت بتتعامل مع مريض هيومن بين، ما بتتعاملش مع اوكي المكسب هيجي مش دي المشكله خالص. كده كده المكسب جاي. بس الاهم من المكسب المريض نفسه طالع من عندنا مبسوط. مظبوط. تمام. في شروط معينه للزراعات، ما ينفعش ان اي حاله اقول لها انك تنفع لك زرعه، ما ينفعش خالص. طب انا بقيمها ازاي؟ اولا لو المريض ده هيفي سموكر بيدخن بطريقه شريهه والفم بتاعه مش مهيئ، مش البيئه الصالحه للزرعه، يبقى انا اعمل ايه؟ طب لا اما اعدل السلوك بتاعه يوقف تدخين بالظبط، او على الاقل ان انا اقلله جدا واعدل البيئه بتاعه الفم ان هي تبقى صالحه ان اقدر احط فيها الزرعه. جميل قوي. طب ده واحد. جميل. يبقى احنا كده بس يعني مسج كده لاخواننا المدخنين، بص في كل مصيبه في كل يعني مصيبه هتلاقي تدخين، اي مشكله هتلاقي تدخين، في القلب في الاسنان في اي حاجه هتلاقي تدخين. على فكره التدخين يا جماعه يعني اقول لكم انا بشوف حالات فعلا بجد انا ببقى مشفق عليها في موضوع التدخين. شايفين؟ شايفين؟ يعني أيوة. شفتوها وسنا صغيره جدا وللاسف فقد كل اسنان. طيب ده التدخين. تمام. طيب دي واحده. واحد عنده سكر ومش كنترول وما عندوش اعتناء مش بيحافظ على حالته، مش بيتعامل مع الموضوع، الحاجه الروتينيه اليوميه. طب انا اقدر احط زرعه بتاعتي اذا كان هو اساسا ما حافظش على السنه الطبيعيه بتاعته، هحافظ على زرعتي بالظبط، يبقى انا برضه ده ما ينفعش كمريض بالنسبه لي، لا انا لو حطيت فيه المريض ده مش هيكمل معايا، وبالتالي بقى السلكت بتاعي اختيار انا للمريض غلط. هو يا دكتور احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك النهارده، ودايما نتابع على خير يا رب. انا اسعد بيك والله فعلا، ونورتنا وتحت امرك. ميرسي. والمركز تحت امركم يا جماعه، والمكان طبعا زي ما انتم عارفين في بنها، شارع فريد ندى، في برج المنشاوي الدور السادس. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. نيجي بقى للسمنه، مشكله العصر وكل عصر والله، بس كمان السمنه انواع، يعني مش كل رجيم ينفع لكل حاله، وخصوصا السمنه الموضعيه. ايوه، ان السمنه تكون في اماكن معينه في الجسم. تعالوا بقى نشوف ليه بتحصل وعلاجها ايه. ودلوقتي بقى معانا لقاء مهم جدا، محتاجين نجمع معلوماتنا كده قوي عن موضوع السمنه وازاي نخس وهنعمل ايه والحلول ايه اللي ممكن نعملها. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. تعرفينا بنفسك؟ دكتور يمن الحسيني، اخصائي تغذيه العلاجيه وعلاج السمنه النحيفه في مركز فينوس، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه ودراسه السمنه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. طيب موضوع بقى السمنه ده مشكله المشاكل، سواء ستات او رجاله، كل الناس عندها مشكله في موضوع السمنه. تمام. وسنين بقى بتمر على امل ان انا في يوم من الايام هخس، وللاسف ما بخسش. وخصوصا كمان ان في ناس مش فاهمه ان انا تخين وخلاص. مش يعني حته السمنه الموضعيه اللي هو في اماكن معينه اللي فيها مشكله، مش مساله ان انا هعمل رجيم وخلاص هحل المشكله، لان الموضوع بقى عايز جهد في اتجاه معين عشان احل ده. تمام. فتكلمينا شويه عن السمنه الموضعيه. اولا ايه هي السمنه الموضعيه؟ السمنه الموضعيه هي تمركز الدهون في اماكن معينه في الجسم اكتر من باقي الجسم. يعني مش شرط ان انا وزني مثالي على الميزان او وزني مظبوط على الميزان يبقى انا كده جسمي مظبوط، انا ممكن يكون جسمي مظبوط بس انا عندي دهون متركزه في البطن، في الارضيه، في الدراعات، في اي مكان. والرجيم العادي ما يحلش المشكله ابدا، بالعكس مفيش دايت بيشتغل على منطقه بعينها، الدايت بيشتغل على الجسم كله ككل. فهخس كلي وهيفضل برده المنطقه الزياده عندي فيها بروز اكتر من باقي الجسم. طيب احنا كده محتاجين نفهم هو ليه ده بيحصل اصلا، يعني ليه ايه اللي بيسبب ان يبقى فيه سمنه موضعيه في اماكن معينه؟ اسباب كتيره بقى، منها اسباب مثلا وراثيه او جينيه، في عائلات معينه بتبقى عندها وراثه دهون بتتركز في منطقه معينه، في عادات غذائيه غلط او لايف ستايل غلط. لا طب ثواني يا دكتور، يعني فيما يخص الموضوع العائلات ده حاجه وراثيه، تمام، هل ده ممكن يتعالج وراثيا ولا احنا بنشتغل عليه برضو بكل كيس بحالتها؟ يعني لا كل كيس بحالتها، انت مش هتقدر تصلح حاجه وراثيه خلاص، حاجه في الجينات، لكن نقدر نظبطها بقى بلايف ستايل، نظبطه احسن بحاجه موضوعيه على المنطقه اللي احنا عايزين نشتغل عليها، برياضه، باي مكان. طيب ده الجزء اللي هو الوراثي. ايه تاني ممكن يعمل لنا مشكله السمنه الموضعيه؟ ممكن لايف ستايل غلط، عدم ممارسه رياضه، ممكن الاكل في اوقات متاخره، ممكن الاكل السريع اللي فيه دهون عاليه، ممكن السن كمان ياثر في حاجه زي كده. يعني الستات مثلا بعد انقطاع الدوره الشهريه او المينوبوز بتتكون الدهون اكتر في منطقه البطن عن باقي الجسم كله، وكمان الحمل والولاده الله يكون في عون الستات، يعني كمان طبعا بعد الجراحه كمان خصوصا السيزاريان بتتكون الدهون اكتر برضه في منطقه البطن. فكل دي اسباب تخليني نلاقي التدخين من الحاجات برضو اللي ممكن بتعمل كرش عند الرجاله وتزود السمنه الموضعيه. لا ثواني بقى يا دكتور، تاني تدخين، وفي كل عياده وفي كل نوع من انواع الطب هنلاقي تدخين، عشان الناس اللي مدخنين نركز كده. يعني التدخين ممكن يعمل مشكله طبعاً في منطقه معينه. طبعا التدخين بيبوظ حاجات كتير، يبوظ مخدر الحرق في الجسم، يبوظ ما يقدرش يعمل فلا ليه مشاكله كتير يعني. طيب احنا كده يعني الاسباب مختلفه، وواضح ان كل كيس بيبقى لها طريقه تعامل مختلفه. بالظبط. خلينا نقول بقى يعني احنا ممكن نعالج الحاجات الاسباب المختلفه دي ازاي في السمنه الموضعيه بتاعت اماكن معينه دي. زي ما احنا قلنا مفيش دايت هينزل لي دهون متركزه في اماكن معينه او السمنه الموضعيه. عندي حل من اتنين، يا اما الرياضه بس لازم اطول بالي شويه، يعني الموضوع بياخد من 3 ل 6 شهور عشان الرياضه لوحدها تجيب نتيجه في السمنه الموضعيه اللي عندي، او نلجا لحاجه ثانيه هي جلسات علاج السمنه الموضعيه، ودي اشكالها وانواعها كتير، ومن الحاجات الإفكتيف جدا، سريعه وما فيهاش مشاكل، بدون الم بدون اي مشاكل يعني. طيب حتى الرياضه، مش الرياضه اظن يعني كده انها ممكن تبقى محتاجه تمارين معينه بالظبط على اماكن معينه عشان تعالج، لازم يبقى الترينر او الكوتش اللي معاك فاهم جدا، عارف بيشتغل على عضلات ايه على منطقه ايه، مش اي رياضه والسلام هتعالج لي المشكله يعني. طب جميل قوي، يبقى احنا محتاجين نشوف دلوقتي بقى ايه الحاجات الموضعيه اللي نقدر نعالج بيها السمنه الموجعه. تمام، يلا بينا. اتفضل. ركزوا معانا بقى يا جماعه، عشان هنا هنلاقي حلول للناس اللي عندها مشاكل في الفقرات، الناس اللي عندها مشاكل صحيه ما تقدرش تمارس الرياضه، وزن زايد قوي. فالدكتوره هتشرح لنا دلوقتي كل جهاز من دول بيعمل ايه. تمام، احنا دلوقتي اول حاجه هنبدا بالكرايولايبوليسيز او تجميد الدهون. تمام، الكرايو هي احدث تقنيه واقوى تقنيه لعلاج السمنه الموضعيه. هي بتعتمد على التبريد، درجه حراره الجهاز بتوصل لسالب 10 او ماينس 10، بتقتل 20% من الخلايا الدهنيه الموجوده في المنطقه اللي احنا بنشتغل عليها، فدي نتيجه قويه جدا، بتدي فرق كبير في المقاس من 5 ل 9 سم تقريبا في الجلسه الواحده. كمان بتحافظ قدام او بتضمن ان انا الدهون دي ما ترجعش تاني تتكون في المنطقه دي مره. مفيش اعراض جانبيه يا دكتور من الكلام ولا اي حاجه ولا الم ولا اي حاجه؟ ممكن بس ممكن بعض الكدمات البسيطه اللي بتحصل يومين ثلاثه، هي مرهم بسيط بيروح على طول. جميل قوي. طيب والتاني؟ تاني ده جهاز اسمه الكافيتيشن، ده موجات فوق صوتيه بتكسر الروابط الموجوده ما بين الدهون، برضو بتنزل من 1 ل 5 سم في الجلسه الواحده، مفيش الم مفيش مشاكل ولا اي حاجه، البيشنت ما بيحسش بحاجه. طب ده جميل قوي، بس معنى كده ان انا لو في كم دهون كبير تمام وانا عايز اشتغل فتره تمام عليها، باخد وقت قد ايه مثلا ممكن عشان احس بانجاز حقيقي اللي هو حاجه واضحه قوي قدامي؟ هنا بقى بنعمل دمج بقى ما بين التقنيات، يعني مثلا ممكن ادخل الكرايو مع الكافيتيشن مع بعض في عدد جلسات معين زي مده شهر شهرين، بتلاقي نتيجه كويسه جدا ملحوظه يعني. جميل. طب الجهاز الثالث؟ جهاز لعلاج الترهلات اسمه الريفات. ناس كتير بتشتكي انها اثناء الخسسان انها او الناس اللي بتنزل بسرعه بيطلع لها ترهلات والجلد ما بيبقاش زي الاول. تمام، فجبنا هنا فينوس جهاز الريفات، هو اقوى علاج لعلاج السيلوليت، بيعتمد على الموجات الراديو فريكونسي. جميل. بتحسن من الجلد جدا وبتزود من افراز الكولاجين الموجود في الجلد فبيتشد بشكل طبيعي. طب ده جميل قوي، ده جميل قوي، ميرسي جدا يا دكتور. العفو. يا ترى امتى اخد قرار اني اروح لدكتور التغذيه؟ وليه ما اعملش اي نظام غذائي من على النت وخلاص؟ يلا نجاوب سوا على السؤال ده ونعرف كمان اكتر عن الحجامه وفوائدها. قرار انك تخس قرار مش سهل، وعشان تاخد الخطوه الصح وتبدا في طريقك وما ترجعش عنه لينا اللقاء ده. تعرف بحضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، مساء الخير، معاكم دكتوره غاده فوزي اخصائيه تغذيه علاجيه وسمنه ونحافه في مركز فينوس. انا النهارده هكلمك عن ليه احنا بناخد القرار هنيجي لدكتور تغذيه اصلا، سواء لو عندنا سمنه او عندنا نحافه. يعني ليه ما اخدش قرار بمزاجي كده، اخد اي نظام غذائي وامشي عليه واعمله، تفتح الجوجل تفتح زي ما تيجي انا وتيجي البيشنت تقول لي انا ما باكلش خالص، ده انا باكل بفطر مش عارفه تفاحيه. ولا بقى في ترندات انظمه غذائيه واخده ترندات معينه كده، ورجيم الاسبوع ورجيم الاسبوعين ورجيم الميه ورجيم الصيام والكيميائي والكيتو كل الكلام ده، والناس من نفسها بتعمل الحاجات دي. طب انا ليه اخد القرار اني اجي لدكتور تغذيه؟ اولا ممكن انت تمشي، على فكره هو مش طبيعي ان ما امشيش لوحدي على دايت، انا ممكن امشي لوحدي على دايت بس انت مش عارفه جسمك ده ايه اللي بايظ فيه من جوه، يعني انت عندك مشكله في الدهون ولا عندك مشكله في الماسلز ولا عندك مشكله اصلا عضويه في الحرق مثلا، مشكله في الحرق، اي مشكله في مشاكل ثانيه عضويه، ممكن لو عندك انيميا، ممكن لو عندك مشكله في الغده سواء ده في السمنه او في النحافه في الحالتين. فساعتها لازم اخد القرار ان انا مش من نفسي امشي او من نفسي صاحبتي تقول لي امشي على الدايت ده او خدي الدواء ده واروح واعمل ده مع نفسي، لا لازم ساعتها اخد قرار ان انا اروح لدكتور تغذيه. ليه بقى؟ لان دكتور التغذيه عنده جهاز زي جهاز الامبودي الموجود ده، جهاز الامبودي ده بيعمل اناليسيس لكل جسمك من جوه، فبتبدا تعرف نسبه الدهون عندك قد ايه، نسبه العضلات عندك قد ايه، نسبه الميه عندك قد ايه، معدل الحرق عندك قد ايه، توزيع العضلات والميه والدهون وكل حاجه في جسمك عامله ازاي، منطقه البطن دي كلها ببدا اعرف فيها دهون قد ايه، ايه الحاجه اللي عندك زياده في جسمك، فببدا اعرف المشكله او انا عندك بناء على التفاصيل اللي هتطلع دي انا باخد القرار، ببدا اخد القرار وابدا اعرف ان جسمك محتاج ايه. كمان لازم اعرف، لازم ابقى عارفه معدل الحرق عندك عالي ولا مش عالي، لازم ابقى عارفه لو عندك مشكله عضويه. في ناس بتيجي وبتبقى راحت لدكاتره قبل كده، بتبقى عملت دايت وبتبقى مشت على ستيبس كتير جدا بس نسيت تعمل اهم حاجه، ما بتخنش او ما بتخنش، انا بتكلم في الحالتين. ايه اهم حاجه؟ ان انت في تحاليل لازم تعمليها، يعني انت دلوقتي واحده جات لي تخينه جدا وعملت كل حاجه وماشيه على كل حاجه صح وعارفه ايه مشكلتها بس ما بتخسش، بتخس 2 كيلو في الشهر وبعد كده بتقف، ايا كان دي بيبقى عندها مشكله عضويه، ممكن مشكله في الغده، ممكن عندها انيميا، ممكن عندها مشكله في الجهاز الهضمي، ممكن عندها اي مشكله بتوقف الحرق. انا لوحدي مش هقدر احط ايدي على المشكله دي بالظبط كده. الموضوع مش فتوانه يا جماعه ولا عافيه ولا هبد، احنا محتاجين نرجع للمتخصص. بالظبط، المشكله دلوقتي الناس بتتعامل مع فكره الدايت انه فعلا هبد زي ما انت بتقول. اه وكل يعني بيقلب. انا ما باكلش، انا مقلله وجباتي جدا، الناس فاكره كلها ان الدايت مش هاكل طول اليوم، وده غلط جدا. انت مش هتاكل طول اليوم، ده اول ما تاكل معلقه رز هتتخن، لان الجسم ذكي جدا، ودايما بقول الجسم ذكي بيخزن الدهون في الجسم، فبتبدا ان انت تتخن على طول. يعني جسمك عارف ان انت هتاخد المعلقه دي مش تاكل تاني، هيخزنها، مش هيتحرق وهتبدا ان توقف، لا بالعكس هتخزن في جسمك. ففكره ان عدم الاكل دي غلط، بالعكس الناس اللي بتيجي تقول لي انا بعمل وجبات صغيره، يعني ممكن اكل 6 مرات بس وجبات صغيره، دي بتبقى احسن لي بكتير من تقولي ما باكلش خالص. هو الفكره يا دكتور ان الناس مش بانيه البلانز بتاعتها على علم، على علم خالص. فممكن يكون حد زي علاج كده، مثلا حد خد علاج وشاف انه كويس فيه، فما اخد العلاج انا كمان، ما يعرفش ممكن يبوظ حاجه ثانيه. الدايت ده نفس الفكره، الموضوع محتاج ان انا ابني على معلومات، والمعلومات دي بشكل علمي عشان اقدر اتابعها صح من خلال دكتور التغذيه المتخصص. بالظبط كده. فبيبقى في دايما مشاكل، يعني معظم الناس اللي بتجيلي بتبقى ماشيه مع دكاتره او ماشيه وما خسيتش او ما تخنتش، بيكون عندها مشاكل عضويه. والناس اللي كمان اللي بتعاني اكتر ما عندهم سمنه، الناس اللي عندهم نحيفه على فكره، يعني بيبقى عندهم مشاكل اكبر بكثير. ودايما بتبقى مشكله، دايما اقول بتوع النحيفه انتوا لازم تروحوا الجيم، مش ممكن بتوع سمنه يكسلوا. بتوع النحيفه بتبقى مشكلتهم الاساسيه في الماسلز، في العضلات، مش عندهم مفيش فممكن تقعد تاكل هي حرقها عالي جدا، يعني مش عندها مشاكل غير كده، بس حرقها فيري فيري هاي، فبتحرق بسرعه جدا، مفيش دهون خالص عندها بتستفيد منها. ودول بيحقدوا على دول، ودول بيحقدوا على دول طبعا جدا. وفي ناس ثانيه بقى بتبقى فاكره نفسها عندها نحيفه، مش عندها. يعني في ناس برضو عندها مشكله ان جسمها مظبوط، بس صاحبتها بتقول لها انت رفيعه قوي، لكن كل حاجه عندها تمام، ماسلز عندها، فيسي وزنها بيرفكت، والناس اللي عندها سمنه عايزه توصل لها. فبلاش الناس سواء بقى دول يفتوا من نفسهم ويعملوا حاجات من نفسهم وانظمه من نفسهم، والاتقاء عايزه تخس من نفسها، لا روحي الدكتور. وبعد كده حتى لو انت فهمتي الدنيا صح حاولي ماشي ممكن تكملي شويه مع نفسك، لكن لازم تبقي فاهمه، سبيشالي لو انت عندك المشكله سواء في السمنه او النحافه، وبتجربي كل حاجه ومش بتخسي او مش بتخني. وبلاش الحاجه اللي لازم اقول عليها برده، موضوع الناس تاخد الادويه من نفسها، الموضوع ده كتير جدا، والادويه على التلفزيون. لا ده الموضوع ده اعلانات على الاعلانات على السوشيال ميديا، واعلانات في كل حته، واعلانات في التلفزيون، وده بيخسس مش عارف قد ايه، ده بيخسس قد ايه، دي خطر جدا. يعني زي ما يقول لك انت هتعملي مش عارفه جلسه تخسي 2 كيلو في الجلسه، هتاخدي اورده تخسي، مفيش حاجه اسمها كده. كان كل الناس خسس، كل الناس تخنت، فالموضوع سهل قوي. بس فلازم ان احنا نرجع للدكتور، لان جهاز الامبودي فعلا بيعمل انفاس كويس جدا للجسم. بعيد عن جهاز الامبودي كمان ان انت بتقدر تعرف لو انت عندك مشكله عضويه، تابع بقى لو في مراحل بعد كده. فنبدا ان احنا حتى نخس صح ونثبت وزننا صح. طيب ده معلش في نقطه كمان عايزه معلش اقول لك عليها في موضوع الادويه. ناس كتير برده بتيجي هنا بتسال عن موضوع الحقن، التثبيت، وفي حاجه اسمها وزن بيثبت بحقن، الكلام ده كله. بس انا حابه اعرف الناس في حاجه اسمها كده، لان برده الناس بيضحك عليها. لا احنا في حاجه اسمها حقن الميزوثيرابي، وكل الخدمات دي برده افيلبل عندنا في المركز، حقن الميزوثيرابي او جلسات. نبدا نعرف برده لو انت عندك مشكله في منطقه معينه في جسمك محتاجه جلسات، في مناطق في الجسم محتاجه افورت زياده عليها، يعني جلسات تكسر الدهون في المنطقه دي، سواء ميزو او سواء الاجهزه الموجوده متوفره عندنا في المركز. فبرضه ما فيش حد يضحك عليك يقول لك الجلسه دي هتثبتك، او الجلسه دي هتخسيك 2 كيلو، او الحقنه دي هتثبت وزنك على 60، ده فور ايفر. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجات بتفتت الدهون، بتزود الحرق، اتس اوكي، بس لازم تغطيها تحت اشراف دكتور. دي بالذات ما ينفعش من نفسك، سواء تابلت او جلسه تعمليها من نفسك كان القرار تعملها. ده جميل قوي كده يا جماعه، مش عايزين هبد خالص، ما يعني كلام اي حد مش فاهم. تمام. والكذب والحاجات اللي النصب اللي بيحصل على السوشيال ميديا وفي الاعلانات والكلام من ده، ما نمشيش وراه، ونمشي وراه متخصص. ده جميل قوي. طيب يا دكتور، يعني من الحاجات الطبيعيه الجميله الحجامه طبعا، والحجامه كمان سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالظبط كده. فالمركز هنا بيقدم الحجامه. برضه موضوع الحجامه موضوع سهل وبسيط، هي سنه من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وناس كتير جدا بتخاف منها ليه؟ لانها للاسف مش بيعملوها مش دكاتره، يعني معظم الناس اللي بيعملوها في ناس تبقى شاطره جدا وبتعلمها صح، ما بقولش حاجه، بس في ناس بتعملها نظم، في ناس بتعملها مره كل اسبوع، يعني في ناس بتعملها كده اللي هو جاست اللي هو يعني ما عندوش علم، مش فاهم البوينتس المفروض تعمل عليها ايه. ممكن لا قدر الله اصلا يكون اللي جاي لك ده انت بتعرف تعملها، بس ما ينفعش تعمل له حجامه دلوقتي، لان هي ليها بريكوشنز. الحجامه احنا بنستخدمها هنا على فكره، ساعات الناس اللي عندها سمنه بتعملها حجامه، بس احنا بنستخدمها كفيزيوثيرابيست، يعني علاج طبيعي للناس اللي عندها مشاكل في ظهرها، عندها مشاكل في اي مفاصل، عندها مشاكل في رقبتها، عندها مشاكل في منطقه الظهر والرقبه. يمكن في ناس في مناطق ثانيه، يعني ممكن تبع جهاز هضمي نعمله، جهاز عصبي نعمله، كل الحاجات دي كل في كل جهاز عصبي او جهاز هضمي او كده، في كل مشكله عضويه ممكن اعملها حجامه. بالظبط كده. ميرسي جدا. كنا معاكم النهارده في مركز فينوس، خدمات متنوعه، تخصصات مختلفه، خدمات مميزه بتتقدم هنا حقيقي. اتكلمنا في التغذيه، اتكلمنا في الاسنان، ولسه ياما هيكون معانا كلام كتير وتخصصات كتير. وطبيب في بيتي.